لا تكابر وتقول انك انسان منجز، انت ما انجز شيء. لا تكابر وتقول ان الناس كلها ضدي، انت ضد نفسك. لا تكابر وتقول هذه افكاري، ما هي افكارك، انت مستعيرها من الاخرين. لا تكابر وتقول ان الدنيا كلها ضدي لانك طيب. الدنيا ما تحارب الطيب، الدنيا تعطي اللي يعطيها. لا تكابر، لا تكابر واعترف انك مقصر. لا تزعل ولا تحط في خاطرك وايد، ما كرموني، ما اعطوني، ما قدروني. مشكلتك انك تدور على التكريم. ليش تدور على التكريم؟ لا تكابر. كرم نفسك يا اخي، كرم نفسك بنفسك، اهدي نفسك شيء، اهدي نفسك سفرة. ليش تنتظر يعطونك شهادة تقدير؟ انت كافئ نفسك. انت بتصير يعني احسن من ليوناردو دي كابريو؟ بتصير احسن منه؟ بتصير احسن من ميسي؟ ليوناردو دي كابريو من كان يتوقع انه من بعد فيلم التايتانيك ما يتكرم جائزة الاوسكار؟ حتى عقب كاتش مي اف يو كان ما كرموا، وسلسلة افلام ناجحة ما كرموا، 20 سنة ما كرموا، عقب 20 سنة كرموا. شفت الفرق؟ ميسي زين، في أكثر منه إبداع اليوم في مجال كرة القدم، ما يحصل كل التكريم اللي دائما يطالبون به جماهيره، ما يفوز كأس العالم، واللوم كله عليه. أنت شايل البيت العظيم على رأسك، ليش؟ ما تسوى الزعل اللي أنت حاط روحك فيه وتجلط نفسك عشانه. أتهم روحك ليش؟ تجلط روحك ليش؟ جايب حق روحك المصيبة ليش؟ مو لازم. تقدير اللي بيجيب طلب منك ترى والله ما يسوى. التقدير اللي بيه عقب ما تزعل انت ترى ما يسوى. المكان اللي ما يقدرك لا تقدره، بس بسهولة انت قدر نفسك. رحم الله امرأ قدر حق نفسه.